بالعودة مشاهدينا إلى اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم معنا عبر الهاتف من عمان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي. صباح الخير لك بداية، أهلا بك في صباح المملكة. ما هي أبرز النقاط التي ستناقش خلال اجتماع اليوم فيما يخص السياسة النقدية على وجه التحديد؟ صباح الخير أخي لك ولكل الأخوة المشاهدين في كافة أنحاء الوطن. الواقع اليوم سنجتمع مع الفريق الاقتصادي في الحكومة لمناقشة أمور كثيرة، منها يعني السياسة النقدية في المملكة. من الأمور التي تتناقش، الجميع يعرف أنه اللجنة المالية أقرت الموازنة وكان لها بعض التوصيات على الحكومة الأخذ بها وتنفيذها، فحابين نعرف الحكومة أين وصلت بهذه التوصيات التي أذكر الإخوان فيها، بعض منها اللي هو التحوط في موازنة التمويل، لأن الفريق الاقتصادي وعدنا أن يخفض فوائد الدين التي تثقل كاهل الموازنة. نشوف وين وصل بهذا الموضوع. موضوع آخر هو الأموال الأميرية، الكل بيعرف أن في عندنا حوالي 8 مليار دينار أموال أميرية لم تحصل سواء من الدولة على أشخاص وبين بعض مؤسسات الدولة. كذلك حابين نعرف أنه اللجنة أوصت بتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، لأن اشتراكات الضمان من الأعلى في العالم، وهذا يجعل المستثمر يعزف عن القدوم إلى الأردن، لأن اشتراكات الضمان لا تشجع على تشغيل الأردنيين. حابين نعرف أنه في كثير من السلع والخدمات التي ارتفعت في الفترة الماضية، طلبنا من الحكومة تخفيضها حتى يستطيع المواطن يكون عنده قدرة شرائية لهذه السلع والخدمات. كذلك في شركات تأمين كثيرة متعثرة ولا تدفع للمواطنين حقوقهم، طبعا كانت تخضع لمظلة وزارة الصناعة والتجارة، الآن هي انتقلت إلى البنك المركزي، وإحنا بنعرف أن البنك المركزي ورثة مش سهلة. يعني إحنا عارفين أن كثير من شركات التأمين بتحاول يعني تراوغ في دفع حقوق الناس، فاليوم كمان حابين نحكي في هذا الموضوع. وفي مواضيع كثيرة، يعني أين نحن من ما وعدتنا الحكومة بالإيرادات وين وصلت النفقات، أمور كثيرة نقدية وسياسة اقتصادية. طيب، ونقدية إن شاء طيب الله. بما يتعلق بأسعار الفائدة على المواطنين، كيف سيتم تناول هذا الموضوع، قرار رفع أسعار الفائدة على المواطنين بالتوازي مع تحقيق النمو الاقتصادي المنشود؟ هو طبعا احنا سنتباحث في هذا الموضوع. احنا كلجنة مالية ضد رفع اي اسعار للفائدة، لان هذه الاسعار سوف تثبط النمو، لان النمو يأتي من القطاع الخاص عندما يستدين ويشغل الاردنيين ويحارب الفقر والبطالة. للأسف لا تتماشى يعني مؤشرات النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة، وإحنا كلجنة مالية طبعا ضد رفع أسعار الفائدة حتى لو كان الدينار مربوط بالدولار. يعني الآن الفائدة بالدينار بالأردن تصل ل 8.9%، بينما في أمريكا اللي إحنا رفعنا الفائدة مشان السياسة النقدية الأمريكية ما بتتجاوز الدولار 1% على الدولار. طيب، ففي تشوه في الواقع كبير في أسعار الفوائد لدى البنوك. طيب، تطرقت في معرض حديثك قبل قليل بأن اشتراكات الضمان الاجتماعي قد تكون هي من الأعلى على مستوى العالم. ما هي توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب بما يتعلق بهذا الموضوع على وجه الخصوص؟ احنا أوصينا بأن نتماشى مع أسعار الاشتراكات في العالم، يعني لا تزيد عن 12%، يعني 13% وصل عندنا ل 21%. فطبعا احنا هذه توصية حطيناها، وعدونا الحكومة عندما وافقنا على إقرار الموازنة بأن تدرس
هذه الفائدة وينعم لها أثر على يعني موجودات الضمان الاجتماعي. ولكن للأسف حتى هذه اللحظة الحكومة يعني لم تفيد بدراسة أثر تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي على وضع الضمان الاجتماعي، وإحنا كلجنة مالية يعني غير مبسوطين بتأخير الحكومة بدراسة هذا الموضوع. طيب، بما يتعلق بتخفيض الفائدة على الدين، تحدثت بأن اللجنة المالية يعني أوصت أيضا بتخفيض الفائدة على الدين، ما مدى يعني الأثر إذا ما اتجهت لتخفيض الفائدة على الدين كما تطالب اللجنة المالية اليوم؟ أي تخفيض للفوائد على الدين سيؤدي إلى أن يكون هناك تسهيل على المستثمرين للاقتراض والعمل، وهذا ما يعني معمول به بكل دول العالم. إذا ذهبت إلى كل أسواق العالم ودول العالم تتجه إلى تخفيض الفوائد، يعني في عندك في بعض الدول بعطي صفر على الفوائد، صفر بعطيك صفر، وفي بعض الدول لا يزيد عن 1-1.5%. الأردن بجزء من الدول القليلة بالعالم اللي بتدفع المستثمر 8.5 و9 و10 والحبل على الجرار الآن، يعني قاعد بقول لك بس ترفع أمريكا على الدولار رح نرفع. يا أخي طيب ماشي، أنت لازم تشوف الأسواق الأمريكية قديش بتقترض، ونكون احنا يعني متماشين معهم، مش هم لما يرفعوا هم بيرفعوا من نص ل 0.75 او من نص لواحد، احنا بنرفع قاعدين عدم المؤاخذه يعني يعني اوريدي عندنا الاسعار مرتفعه، يعني من غير المعقول ان تكون اسعار على الفوائد 9 و10%، كانك بتقول للناس لا تشتغلوا اكنزوا هالاموال في البنوك. طيب فما بعرف شو هذه السياسه، واين نحن من زياده النمو في المملكه، واين نحن من تشغيل الاردنيين. طيب سيد السعودي، يعني ما مدى، تحدثت عن الكثير من التوصيات من قبل اللجنة، لكن السؤال اليوم ما مدى إلزامية الأخذ بكل هذه التوصيات أو جزء من هذه التوصيات ما يتعلق بتخفيض الفائدة على الدين أو حتى موضوع اشتراكات الضمان الاجتماعي، ما مدى إلزامية الأخذ بهذه التوصيات، وفي حال يعني لم يتم الاستجابة ولم يتم التعاطي مع هذه المقترحات أو هذه التوصيات من قبل اللجنة، ما هو العمل من قبل مجلس النواب اليوم؟ جلالة الملك هو رئيس السلطات الثلاث، وجلالة الملك أمر السلطات بأن يكون بيننا تعاون وشراكة مرنة. نعم. للأسف إذا إحنا الحكومة يعني ما أخذت برأي النواب اللي إحنا متغلغلين بين الشعب وبنعرف ما ينفع وما يضر، بعض الوزراء للأسف بيجي ما بعرف ما عمره صار رئيس قسم أو مدير دائرة أو مساعد مدير أمن، فجأة بيجي وزير وما بيعرفش ماذا ينفع المواطن وما يضر المواطن. فإحنا إذا الحكومة أصرت على مواقفها المستمرة للأسف وسوء إدارتها الواضح خلال 6 شهور الماضية، إحنا من إقرار الموازنة سنضطر إلى أن نطرح الثقة في هذه الحكومة، بحيث أنه يعني هي أدوات الرقابية. من عمان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي، شكرا جزيلا لك.